السلام عليكم معكم خالي الكاي مودي فيت، نتمنى لكم خير وخير. مرحبا بكم بودكاست جديد فري تولك ريل تولك فطرت نمره ما عرفتش واش 3 ولا 4، المهم ما عقلتش صراحه على ما اظن نمره 3. فوالا نمره 3. دونك فهاد البودكاست هذا غادي ندويو على بودي بوزيتيف، موضوع من المواضيع اللي ما عمرني ما دويت عليهم، وغادي ندوي على واحد الجانب اللي المهم داخل فيه الماركتينغ، داخل فيه شويه لا بسيكولوجي، بزاف ديال لا بسيكولوجي كاع يمكن. دونك غنمشيو مرحله مرحله داكور. دونك نفسر لكم بودي بوزيتيف هو واحد الموفمون اللي بان شحال هادي، المهم بحال قلت لكم هاد البودكاست هذا كنش نشوف. دونك صافي تكونسونطراو. دونك بودي بوزيتيف هو واحد الموفمون اللي بان ما عقلتش فوقاش بالضبط، مهم بان احنا نعطيه واحد 5 سنين 7 سنين ماكسيموم بان. وهاد الموفمون هذا كيشجعك وكيموتيفيك على انك تقبل الجسم ديالك كيف ما كان، داكو تيقول لك لوف بادي مهم. وهذا الموفمون هذا تدار خصيصا، وخا بالنسبه ليا ما خصوش يكون هذه القضيه دي، ولكن هانيه حيت هما اللي مقيوسين كثر، تدار خصيصا العيالات داكو. دونك موفمون ديال العيالات اللي خرج على بودي بوزيتيف هو انهم خصهم يتقبلوا الكور ديالهم كيف ما كان، ما يكونش واحد الكومبلكس، ما يكونش واحد ما يكونوش معقدين من البودي ديالهم داكور. داك الكومبلكس اللي كيكون عندهم، داك التعقاد اللي كيكون عندهم كيتحول شنو نقول لكم، مرض نفسي. ومن بعد فهمتي داك المرض النفسي خصني ندوي عليه شي نهار. داك المرض النفسي سميتو ديسمورفوفوبي. فوالا دونك ديسمورفوفوبي هي اللي كتادي من بعد سوا لانوريكسي سوا بيغوريكسي. انوريكسي هي انك كتبقى ضعاف 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 بلا ما تحس، بيغوريكسي هي ديما كتقلب على انك تكون غليظ ولا تكون عامر ولا المهم كيف ما كان الحال هو انك تكون كبير. دونك هاد الموفمون هذا بان داكور باش الواحد ميبقاش عنده هاد القضيه ديال ديسمورفوفوبي، غير هو هاد الموفمون هذا تبدل. المهم غادي ندويو بعدا على الاساسيات ديال هاد الموفمون هذا اللي كان في الاول بوزيتيف، باقي دابا الناس اللي كيصرحوا به، كاين اللي كيصرح به بوزيتيفمون وكاين اللي كيصرح به نيجاتيفمون. دونك بوزيتيف لي فيه واللي كان عليه شحال هادي الكونسيبت هو هاد الموفمون هذا، هو انه خصك تقبل الجسم ديالك كيف ما كان، خصوصا بحال قلت لكم هاد الموفمون هذا بان عند العيالات باش تقبل مثلا لي فيرجيتور، باش تقبل مثلا ديك لا بو دورونج كيقولوا ليها مشات لي سميتها لا سيلوليت، فوالا تقبل لا سيلوليت، تقبل الشعر اللي يكون عندها مثلا فوجها ولا فداتها في مكان. دونك نتوما عارفين القضيه هذه، وما كاينش بالنسبه لهم ما كايناش شي حاجه اللي هي نورمال، حاجه اللي انا متفق عليها هي انه ما كايناش شي فيزيك اللي هو نورمال اللي خصو ديما كلشي يكون عنده، مع حيت حنايا فهمتي كل واحد والفيزيك ديالو، كل واحد ولا جينيتيك ديالو، كل واحد والعقليه ديالو، كل واحد والثقافه ديالو. دونك باش يكون فيزيك واحد اللي كنسميوه حنايا نورمال راه ما كايناش. دونك هذا ما كان، وديك الوقيته كان السوشيال ميديا بدات كتاخذ واحد شنو نقول لكم واحد الاهميه في الحياه ديال الناس كاملين، ولكن جرات هاد البودي بوزيتيف جرات من شحال هادي ما عرفتش واش ندوي على هاد البلان دابا ولا لا. بغيت ندوي على السوشيال ميديا والاثار ديالها على هاد هاد لي موفمون ولا هاد الامراض ديال ديسمورفوفوبي مثلا. المهم غنخليو هذا شي موضوع اخر، ولكن دابا غادي نبقاو في بودي بوزيتيف. دونك هاد الموفمون دابا بحال قلت لكم دار على قبل العيالات باش يتقبلوا الفورما ديالهم، سواء يكونوا ضعاف سواء يكونوا غلاضات سواء يكون عندهم لي فيرجيتور، سواء الدراري اللي ما عارفينش ولا البنات اللي ما عارفينش لي فيرجيتور هما دوك الخطوطه مثلا فاش كتغلاض وكتضعف كيكونوا عندك واحد الخطوطه تيكونوا بيضين، و لا سيلوليت هي اللي كتكون نورمالمون ديما كتكون في لي كويس، ولا كتكون في لي كويس وكتكون بحال التقابي ديال الشحمه. دونك حتى لهنا كلشي بخير وعلى خير. وبودي بوزيتيف نورمالمون دار باش الواحد ما بقاش غير في البودي، ولكن حتى وجهه حتى هو يكون كيتقبل الفورما ديالو. وانتم عارفين ان الواحد كيف ما كان ضعيف، كان غليظ، كانت عنده فورما مزيانه، ما كانش عنده فورما مزيانه، كان قصير، كان طويل، ديما غادي يقولوا ليه راك شي حاجه عندك ماشي هي هذيك. دونك ديما الناس ديما غادي كومونتي وديما غادي كريتيكي. داكشي علاش داروا هاد بودي بوزيتيف. بودي بوزيتيف عاوتاني علاش دارت مثلا الناس اللي عندهم اعاقات جسميه،
بالنسبه لي انا واخا هو قلت لكم انه موفمون داري علاقه بالعيالات، ولكن حتى الاعاقات الجسميه داخلين في البودي بوزيتيف. هنا فين ما خدموش على هذه القضيه هذه، فاش نقول مثلا اعاقات ولا ماشي اعاقات، مثلا تكون عندك شي طاش ديال شي حرقه، تكون مثلا فيك مثلا البهاق ولا مثلا البرص، فوالا يكون فيك مثلا البرص، هذا هو بودي بوزيتيف نورمالمون. ولا مثلا تكون عندك شي طاش دو نيسونس مثلا اللي طالع عليك حتى هنا كتكون حمراء مثلا. دونك بالنسبه لي انا هادشي كامل هو المعنى ديال البودي بوزيتيف. مع الوقت هاد البودي بوزيتيف تطورات ولاو كيخدموا بها الشركات ماركتينغ باش يلعبوا بالعاطفه ديال الناس، باش يلعبوا بلي زيموسيون ديال الناس. شو ولاو كيديروا؟ كيجيبوا ناس عيالات، خصوصا عيالات لي اوبيز. داكور، هو قلت لكم كاين شي كور لي نورمال، ولكن الكور لي نورمال هو الكور اللي كيكون جسميا صحي وعقليا صحي. تجيبوا الناس لي اوبيز، عيالات لي بهذه الكلمه هذه غلط كثر من القياس، ولا ني تقربوا يوصلوا لوبيزيتي، كلبسوهم ليغينغز، كلبسوهم مثلا مايو دو بياس مثلا، وكيصوروهم وكيلوحهم في لي ماغازين. دونك ولا مثلا فايت لي شفت واحد الاشهار الا لقيتو راه غادي نلوحو ليكم، هو ديال المراه لابسه مثلا كانت لابسه دو بياس وما محسناش رجليها. دونك فاش البنت مثلا غادي تشوف البنت ولا المراه كيف ما كان الحال، غادي تشوف هذه ليماج هذه غتقول اه هادو كيحترموا لي فالور ديال المراه، كيحترموا شنقول لكم، كيحترموا لا ليبرتي ديال المراه. دونك هادو غادي يشري برودوي ديالهم. دونك بحال هكا تقلبات القضيه، بحال اللي قلت لكم كيجيبوا ناس اللي قلت لكم اوبيز. مهم، مره عندها مثلا زغب ولا شي حاجه، ماشي نقدر نقول انه ماشي مشكل في هذه القضيه المغازين، ولكن هادشي كامل كيلعبوا بالعواطف. دونك انا عطيتكم دو زيكزامبل اللي شفت، غادي نحاول انني نقلب على هاد لي دو زيكزامبل ونلوحو لكم في التصاور. دونك مثلا فاش كيجيبوا مراه اللي هي اوبيس، ما كاين حتى شي مشكل في هذه القضيه هذه، ولكن ولاو كيجيبوا مثلا مراه، فاش نقول مراه كيف ما كانت مانكان ولا انفلونسوز ولا شي حاجه، كيجيبوها باش يخدموا بها وباش يلعبوا على العواطف ديال الناس. حتى لهنا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن باش تولي، رايي شخصي، باش تولي لوبيزيتي شي حاجه اللي عاديه، العقل ما كيتقبلهاش. باش نكونوا متفقين، بحال قلت لكم كاينش واحد الجسم اللي هو نورمال، الجسم اللي نورمال هو الجسم اللي هو صحي. داكور، الا ما كانش صحي غادي يعاون راسو باش يولي صحي. ماشي مهم تكون عندك فورما، ماشي مهم تكون عندك اصغر تور دو طاي، ولكن يكون عندك جسم صحي. اي واحد غادي تسولو على مثلا يكون في اوفر ويت ولا شي حاجه وتقول ليه واش كتحس براسك مزيان، يقدر يقول لك زعما كنحس براسي مزيان في الجسم ديالي، ولكن كنت متاكد انه كيكذب على راسو. باش نكونوا متفقين، ما عمرو شي واحد ما كيكون اوفر ويت وكيكون مزيان في ذاته. كيتمشى كتشدو السخفه، كيطلع الدروج كيضروه ركابه، ركابه بلا ما يطلع الدروج يتمشى عادي كيضروه ركابه. لا شوفي ديالو منفوخه كضروا له لا شوفي، ظهرو كيضروا، كيقول لك انا مزيان في ذاتي. دابا هادشي غير كندويو على المفاصل، ما ادراك بالقلب. داكور، فاش كتفوت واحد لا ليميت ديال البوا ديالك، راه العظام راه صغار، كل واحد ولا جينيتيك ديال عظامه، ولكن عندهم واحد لا ليميت. تخيل دوك العظام داروا انهم يشدوا الكور كومبلي، فهمتي، يشدوا فيه واحد نقولوا حنا 80 90 كيلو، داكور، على حساب الطول وكلشي، وانت كتطلعوا حتى 120 كيلو، 100 حنا نقولوا 110 كيلو، غير 100 كيلو، ديك 10 كيلو اللي زايده 105 كيلو، 110 كيلو. كيفاش كيسحاب لك انا لو كور ديالك غادي فونكسيوني بواحد الطريقه مزيانه. فاش نقول لكم هذا البوا هذا اللي زايد هو واحد البوا كامل شحمه، خصكم تعرفوا واحد القضيه، الشحمه كتبلوكي لك لي زارتير ديالك، كتبلوكي لك الشرايين ديالك، الدوره الدمويه عندك كتكون عيانه ديال بصح، الا كان الدوره الدمويه عندك عيانه لي زورمون كيكونوا عيانين عاوتاني. دونك ما تبقاش واحد الافراز اللي هو صحي واحد الافراز اللي هو مزيان، ما كتستافد من والو. الاكسجين كيدخلش لك مزيان، كتطلع من الاحتماليه ان تجيك قلبه تجيك
شنو هي السكته قلبيه؟ كنت نقول لكم قلبه سكتيه. جيكم سكته قلبيه كتطلع من الاحتمال انه الكوليسترول الخايب يطلع لك ديال بصح. اذا طلع لك الكوليسترول الخايب ديال بصح كتكبر عاوتاني من الاحتمال انه يجيك الديابيت. ليش هادشي كامل؟ داكور. الواحد فاش يشوف مثلا لي بوبليسيتي ولا شي حاجه مزيان شويه ديال العاطفه ولكن شويه ديال العقل، ضروري واحد شويه من ديال لا لوجيك. حيت بودي بوزيتيف ماشي هي انك تقبل براسك انك تكون مريض. داكور. مزيان انك تكون مقبل ذاتك، ولكن تقبل ذاتك في واحد الحدود اللي هي عقلانيه، واحد الحدود اللي كتقول لك خليك بصحه مزيانه. عادي مره مره يكون عندك مثلا شي مشاكل ولا شي حاجه ولكن صغار بساط دغيا كيداواو. ولكن باش تقبل براسك انك تكون اوفر ويت ولا تكون تا اندر ويت بهذا المعنى هذا، فهمتي؟ باش تقبل براسك انك تكون في هاد لي دو زيكستريم كتخرج على صحتك ديال بصح. السوشيال ميديا خرجات على الواحد ديال بصح. شحال هادي كان لي ماغازين كان التلفازه حتى هي خارجه على بنان، فهمتي؟ طايمان كان وهذا ما كانش شحال هادي كتسمع شي مانكان غليظه، دابا لا ولاو لي مانكان فهمتي عندهم دي فورم وكلشي حاجه اللي عاديه. داكور. ولكن كاينه واحد لا ليميت، هي انك فاش الواحد كيفوت واحد الويت اللي ما خصوش يفوتها كيولي في واحد لو بوا اللي هو مرضي ديال بصح. هنايا ما كندويش على بودي بوزيتيف، هنا كندويو على الماركتينغ، كندويو على كنتفلاو على الناس باش الناس يشريو، كنخدموا على العاطفه ديال الناس باش الناس يشريو. بودي بوزيتيف هي انك تقبل ان يكون عندك شي تشوه بدني. بودي بوزيتيف هي انك تقبل انك بصحه مزيانه واخا كيضحكوا عليك الناس. بهذا المعنى كيضحكوا عليك الناس، كيكريتيكيوك ديما في الكومونتير، الناس كيف ما كنتي غادي كريتيكيوك، غادي كريتيكيوك. كون متاكد تكون ناجح، تكون كلشي، لا فيك شي حاجه خايبه، تكون فهمتي بوا ديالك احسن بوا، ميستر اولمبيا كيكريتيكيو. تخيل معايا هذه القضيه هذه، ميستر اولمبيا راه حتى الكور ديالو ماشي هيلتي، ولكن كيجي واحد ما عنده حتى علاقه تقصد دراوه، شنو درتي انت؟ ما درتي والو. داكور. كيترينيش مزيان، ما كيعرفش يتريني، كيتريني بزاف، كيتريني قليل، ما كيعرفش ياكل. ما اللي درتيها غادي كريتيكوهك، غادي كريتيكيوك عليها. واحد القضيه بودي بوزيتيف، واحد الموفمون اللي قلت لكم دار على قبل العيالات، ولكن بودي بوزيتيف تيقيس حتى الدراري. غادي ندوي على القضيه ديسمورفوفوبي، حيت ماشي مؤخرا ولكن مؤخرا مع عاود دخلت في السوشيال ميديا ولا واحد لي دوموند مع عند الدراري اللي شنو نقول لكم، طول الدراري معقدهم، الطول معقدهم الفورما، ولكن ولا الطول معقدهم اكثر من الفورما. بهذا المعنى هذا، خويا انا قصير، خويا فيا متر وسبعين، خويا عندي 25 عام واش باقي غادي نزيد، خويا كيفاش ندير باش نزيد في الطول، خويا الى مكمل يعاوني باش نزيد في الطول. وهادشي كامل متعلق بالادين، متعلق بلا جينيتيك. دونك يبان لك ان بوتي بوزيتيف ما خصوش يكون غير ديال العيالات، يكون ديال العيالات وديال الدراري، ولكن هو قيس العيالات اكثر حيت شنو نقول لكم، اللوبي داك البيزنس ديال العيالات فيه الفلوس اكثر، في الاقبال اكثر، دونك فيه فلوس اكثر، ميدياتيزي اكثر. المراه عندها واحد ليماج اللي كيخدموا بها لي سوسيتي كاملين كيف ما كانوا، فهمتي لي لوبي كاملين من ا حتى لزد، حيت المراه هي واحد واحد شنو نقول لكم، واحد الشخص اللي كيشري. فوالا سي سي العيالات هما واحد الشخص اللي كونسوماتور بزاف. دونك راكم عارفين داكشي ديال الماكياج ديال اللباس ديال كلشي، عكس الدراري يقدر يشري شامبوان يدوز به يدوج به كامل، عكس المراه مثلا خصها شامبوان هو افون شامبوان ابري شامبوان هو خصها تقاد وجهها وكلشي. داكور. دونك الناس كيخدموا بهاد القضيه هادي، والمراه كتخدم معاه حتى هي بزاف بالعاطفه. دونك فاش غادي تجي وتقيس المراه حيت علاش صحاباتي يقول لها خصك تنقصي من الوزن ولا شي حاجه، وتبان لها واحد التصويره ديال وحده غليظه لابسه ليغينغز، غتقول هانيه نبقى غاديه في هادشي. والمشكل هو انهم كيكتفيو شبه هادشي، كتبان لك انها لابسه ليغينغز ولا مثلا لابسه دو بياس غليظه وكلشي، وكتفهمتي وكتضرب فاست فود وكتشجع الناس على داك شنو نقول لكم، على داك السلوك اللي الا دومتي فيه كيكون واحد اللايف ستايل اللي خايب ديال بصح، كتخرج على صحتك. هنايا كندوي على الصحه بالدرجه الاولى، ما كاينش بودي
اللي مزيان بودي اللي خصو يتقبل. لا، البودي اللي مزيان هو البودي اللي كيكون بصحة مزيانة. قد ما يكونش بصحة مزيانة 100%، ولكن باش أنك دير الماركتينغ وتشجع على أن الصحة ما عندها حتى شي أهمية، والمهم أنك تكون مزيان في عقلك، كاينش الهضرة كتكذب على راسك. حيت إلا كانت الصحة الجسمية مزيانة، العقل كيكون مزيان. إلا كان بحال قلت لكم، إلا كنتي مشحم بزاف، لي زورمون كيتفرزوش عندك مزيان. وحنا عارفين أن لي زورمون كيتفرزو في الدماغ، شحال من هرمون كيتفرز في الدماغ، عندكم السيروتونين. داكور، بلا ما ندخلو في لي ديتاي، بغيت نخلي هذا الموضوع هذا بالضبط حتى من بعد وندوي عليه. داكور، ولكن دابا كندوي غير على البودي بوزيتيف. الناس خصهم يتعلموا يعرفوا الصح من الغلط، ميبقاوش غاديين بالعاطفة ديالهم، حيت الماركتينغ كيلعب لك على العاطفة ديالك. مؤخرا واحد الجملة سمعتها وعجبتني ديال بصح، هو انه كيجيو مثلا في التلفازة كيخلعوك، داكور، كيلعبوا لك بلي زيموسيون ديالك، كيخلعوك، فهمتي، كيقول لك عندك حطي راسك، عندك تمرض، عندك هادي، عندك دير بحال هكا، هادشي خايب. من موراها داكور كيعطيك واحد الاشهار، انت كنتي مخلوع. ياش داك الاشهار يقدر يكون ديال الكارو، يقدر يكون ديال الشراب، يقدر يكون ديال الماكله. دونك كيشجعوك باش انك تكونسومي، كيلعبوا لك على لا سيكولوجي ديالك. دونك حتى كيبان لك، فهمتي، كيبان لك داك الكارو، واه الكارو مزيان، فهمتي، كيريلاكسي وكلشي، الشراب حتى هو مزيان كيخليك ناشط، ديك الاكله مزيانه حلوه، غادي فهمتي غادي تفرحك. كيدوزوا لك واحد الميساج اللي هو نيجاتيف، اللي هو الخلعه، لواحد الميساج اللي هو بوزيتيف. دونك دماغك اوتوماتيكمون تيقول خصني نكونسومي هذيك، مزيانه هذيك، نجرب هذيك، فهمتي، كيلعبوا لك على اللوان، وفي الاخر انت كتصيد. دونك فوالا، 17 دقيقه تقريبا. دونك هذا هو الراي ديالي على البودي بوزيتيف. الناس خصهم يحلوا دماغهم، ما يبقاوش يمشيو مع ليموسيون، حيت الاشارات كيلعبوا لك على ليموسيون بزاف. البنات خصهم يردوا بالهم ديال بصح، راه ما كاينش جسم مثالي، كاين جسم صحي. الضعفيه ولا الغلوضيه ما كيعنيوش انك الجسم ديالك مزيان. شوف الداخل ديالو كيفاش داير الفونكسيونمون. الا كنتي كتمشى واحد شويه وكتحس بقلبك غادي يخرج، كتحس بصدرك ماشي هو هذاك، كتحس بالعياء، كتعرق اكثر من القياس، الريحه ديالك مثلا ديال العرق حتى هي كتكون ريحه اللي هي خايبه، داكور، لايف ستايل ديالك ما كيكونش مزيان، لي زورمون ديالك مثلا لا بيريود ديال لي ريغل كتعطل عليك، كطيح في ديبريسيون، شحمه بزاف كدير لا ديبريسيون، كونوا متفقين. داكور، ما نزيدش نطول، تهلاو في راسكم. يمكن ندير شي موضوع واحد اخر بحال هكا، ندوي على ديسمورفوفوبي. دابا حاولت ندوي بالزربه 18 دقيقه بالزربه على البودي بوزيتيف. دونك شويه ديال لا لوجيك قبل ما تتبعوا اي موفمون، ما تقولوش لا داك الموفمون كيشجعني، ما تحسوش براسكم انكم في واحد لا زون دو كونفور وتقولوا لا داك الموفمون كيشجعني، راه نشري داكشي. كيلعبوا لكم على لا بسيكولوجي ديالكم، كيلعبوا لكم على، المهم، كيلعبوا لكم على العاطفه. دونك كيلعبوا لكم على لا بسيكولوجي ديالكم، على داكشي اللي نتوما بغيتو، حيت ميمكنش شي واحد في ماركتينغ يعطيك شي حاجه اللي انت ما بغيتيش. برودوي مثلا المذاق ديالو خايب، ما غاديش ترجع تشري، الا ما عجبكش المذاق ما ترجعش تشري. برودوي ما بينكش زوين، ما ترجعش تشري. برودوي اللي كيشجعك باش انك تشريه، غادي تمشي تشريه، كونوا متاكدين. دونك فوالا، وخصوصا ان شحال من واحد، شحال من وحده بالضبط، فهمتي، كتكون اوفر ويت، كتقول لا غادي نلبس ليغينغز، غادي يبان غليظه، غيبانوا دوك الترهلات، غيبان داكشي. وفاش كيبان لها انا ديك السيده لابسه داك ليغينغز، كتقول واو جاها زوين، حتى انا غادي يجيني زوين. دونك كيشجعوها انها تبقى في داك اللايف ستايل اللي خايب. داكور، راه قلت لكم تور دو طاي ماشي مهم، اللي مهم هو انك ولا انك تكون في صحه مزيانه، ما تخرجش على صحتك، حيت الماركتينغ فرض عليك انك تخرج على صحتك. هو ماشي فرض عليك، ولكن انت خليتيه يفرض عليك. فوالا، بهذا المعنى هذا. تبع صحتك، الا كانت صحتك مزيانه، تكون غليظ بالنسبه للناس هادشي ما كيهمش، تكون ضعيف بالنسبه للناس هادشي ما كيهمش، تكون رقيق بالنسبه للناس هادشي ما كيهمش، تكون طويل قصير بالنسبه للناس هادشي ما كيهمش، تكون خايب بالنسبه للناس هادشي ما كيهمش. كلشي كيهمك نتايا، كنتي بصحه مزيانه،
كانت عندك صحه جسميه مزيانه تكون عندك صحه عقليه مزيانه، كانت عندك صحه عقليه مزيانه الصحه الجسميه ديالك تكون مزيانه. ولكن فاش نقول لك تكون عندك صحه عقليه مزيانه دونك يعني انا صحه جسميه مزيانه، رد بال الجسم ديالك، رد بال لي سين اللي كيعطيك. الا كنتي كتعيا، الا كان مثلا السكر عندك طالع ديال بصح، رد البال، ما تتبعش داكشي كاين في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عنده جوج ديال لي فاسيت، لا فاسيت بوزيتيف ولا فاسيت نيجاتيف، تقدر تستافد منه وتعلم وتطور حياتك بحيث تقدر تخرج على صحتك على حياتك. دونك فوالا دابا كان دونك على ما اظن تفلسفت بزاف. المهم تهلاو فراسكم ونتلاقاو السيمانه الجايه ان شاء الله.